أسعار السلع انخفضت بنسبة 40%، يعني النص تقريباً، وده يجي قبل دخول عيد الأضحى. لأ، ولسه كمان الأسعار هتنخفض أكتر وأكتر الفترة اللي جاية، وكله بفضل مبادرة خفض الأسعار. ده الكلام اللي أعلنت عنه الحكومة والغرف التجارية الساعات الأخيرة، وده يجي بعد كم الإفراجات الجمركية اللي حصل وتوفر الدولار. عشان كده في مفاجآت كتيرة هتحصل الفترة اللي جاية غير متوقعة، وعشان تعرف إيه اللي هيحصل في السوق وإيه اللي قاله رئيس مجلس الوزراء عن الأسعار، يبقى تابعني لآخر الفيديو ده وأنا هقولك واشرح لك كل التفاصيل. رغم إن أسعار السلع كانت انخفضت الفترة اللي فاتت، بس لسه برضو الأسعار غالية وما رجعتش زي الأول. عشان كده الدولة بدأت تتحرك وعملت إفراجات جمركية بمليارات، ده غير طبعاً انخفاض سعر الدولار في السوق اللي كان سبب رئيسي في ارتفاع أسعار السلع بشكل غير مسبوق. ده طبعاً خلى ناس كتير تسأل إمتى الأسعار بتاعة السلع هتنخفض. شوف يا سيدي، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قال إن استقرار السياسات النقدية وتوافر الدولار ساهم في ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار فعلاً، وقال لو كانت سوق التجزئة شهدت انخفاض في الأسعار بقيمة 25% فكده أسواق الجملة انخفضت بقيمة 40%، وده بيرجع لسببين: توافر واستقرار النقد الأجنبي وانخفاض الأسعار العالمية للسلع. وبالمناسبة، من أيام الحكومة كانت أطلقت مبادرة خفض الأسعار، وناس كتيرة كانت شايفة إن المبادرة مش هتجيب نتيجة زي المبادرة اللي قبلها، لكن نتيجة المبادرة الحالية كانت عكس التوقعات. وحسب خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج للدستور، إنه تم تفعيل المبادرة على كل السلع الغذائية بتخفيضات تخطت 36% على جميع السلع، وتقريباً كده محافظة سوهاج هي المحافظة الوحيدة اللي شهدت تراجع في أسعار اللحوم من محلات الجزارة علشان توصل ل 300 جنيه خلال شهر رمضان. وقال إن دايماً بيكون في حملات رقابية لمتابعة تطبيق تخفيضات أسعار الخبز بشكل دوري بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية حسب الأسعار المعلنة من وزارة التموين. وده نفس الكلام اللي أكده أسامة الشاهد رئيس غرفة تجارة الجيزة لما قال إن أسعار السلع في محافظة الجيزة شهدت انخفاض ملحوظ في الهايبر ماركت والسلاسل التجارية اللي أعلنت عن أسعار السلع الغذائية قبل التخفيض وبعد التخفيض، عشان يكون واضح للمواطن المصري. وقال إن تم الاتفاق مع جميع التجار لخفض أسعار السلع الغذائية، وتم التنسيق مع المخابز للبيع بالسعر الجديد للأفران السياحية، وتم التأكد من البيع بالسعر الجديد. ده كمان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتكلم بنفسه من ساعات عن المبادرة، وقال إننا دايما بنتابع خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض الأسعار بتاعة السلع بصورة دورية، وقال إن الحكومة المصرية هتواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة علشان يتأكدوا من خفض الأسعار، ودي نتيجة طبيعية بعد اللي قامت به الدولة من الإفراج الفوري عن السلع والبضائع من الجمارك وسط توافر النقد الأجنبي، وده غير طبعاً إن في استقرار حقيقي في سوق النقد الأجنبي، علشان كده الجهاز المصرفي هيوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة. دلوقتي بقى قول لنا، شايف ان مبادرة خفض الاسعار اتطبقت في كل الاسواق ولا لا؟